الشعب الياباني ده شعب غريب قوي. معاك حسام البدري. بدل جبت لي سيره اليابان. كابتن حسام اهلا بيك. اهلا استاذ ابراهيم. كابتن عادل ازيك؟ كابتن عادل اهلا يا حسام. ازيك يا كابتن؟ وحشنا وبالتوفيق ان شاء الله. شهدت بهذا يا استاذ ابراهيم قبل ما تقول اي حاجه. اتفضل. علي صوتك بس، علي صوتك. بقول لك انت يا استاذ ابراهيم عاوز شهدك شهاده قبل ما تخش في اي حاجه. لا اتفضل. دلوقتي انت كنت شاهد عيان يعني على الجلسات اللي كانت بتتم في اليابان بينا وفي اوضه الكابتن عادل القيعي في صالون القيعي. اه تمام. وكنا نقعد لغايه الفجر مع بعض انا وانت وهو. ايوه. وكميه الحوارات والضحك والمناقشات صحيح. وانا طبعا كنت بزوغ منه في حاجات لما بيعوز يسالني عن حاجات واقول الشعب الياباني ده شعب غريب. ايوه. بس كنا بنضحك كتير قوي صح؟ طبعا. طب يبقى ليه كابتن عادل كمان يقول لي ابتسم يا حسام؟ ابتسم يا حسام. استنى. طب اسمع يا حسام، انت قلتها. انا بقول لك ابتسم لاني عارف ان انت راجل دمك خفيف وبتحب الهزار. والناس ابتدت تقول لي وليه كده عامل كده مكشر ومتضايق وبتاع؟ قلت لهم لا، واخد راجل جاد في عمله. فقلت انصحك على الهوا. فالظاهر بقى ان الناس خدتها امبارح. افتن امبارح انت حصل ايه ولا؟ يعني بعتني على الهوا. فضحتني. على اي حال كابتن حسام. ايوه كابتن حسام. ابتسم انت في الاهلي. ان شاء الله باذن الله. وهتبتسم. ده انت مش هتبتسم، ده انت باذن الله هتبتسم وتخلي مصر كلها تبتسم باذن الله. يا رب ان شاء الله نتمنى ذلك ان شاء الله، ونتمنى ان احنا نكون موفقين باذن الله ان شاء الله يا كابتن. يوم الاحد. وانا متاكد طبعا، يعني انت قلت كلمه جميله وانا قلت مصر كلها. انا متاكد ان مصر كلها طبعا بمختلف الطوائف طبعا والجماهير ان شاء الله بتتمنى للاهلي ان شاء الله التوفيق كممثل طبعا للكره المصريه، وطبعا اكيد بصفه خاصه جماهير النادي الاهلي العظيمه يعني ان شاء الله. كابتن احنا عندنا غيابات مؤكده غير حسام عاشور واحمد فتحي دلوقتي، ولا في حد لسه ممكن؟ لا الحمد لله، يعني هم طبعا حسام عاشور للاصابه واحمد فتحي طبعا للايقاف. لكن المجموعه كلها موجوده الحمد لله، وكل اللعيبه بيشاركوا، وبرده وليد الحمد لله وعبد الله بيشاركوا من فتره بشكل كويس جدا، بل بالعكس الحمد لله. يمكن النهارده كان عندنا تمرين يمكن هو قبل الاخير في القاهره. انا مبسوط بالروح والرغبه اللي عند اللعيبه والدوافع اللي عند اللعيبه واحساسهم طبعا كلعيبه عندها خبرات طبعا باهميه المباراه والمنافسه الحمد لله بشكل ايجابي ان شاء الله تنعكس على ادائنا يوم الاحد في المباراه باذن الله. باذن الله. ايه الفرق بين المباراه دي والمباراه الاولى يا كابتن؟ فرق طبعا دي على ملعبنا في جماهيرنا. تمام. ده فرق كبير جدا لما اقول في وسط جماهيرنا. انا متاكد ان الجماهير دي هيبقى ليها عامل ايجابي كبير جدا. جماهير تملي بقول وصوت في في اذن اللاعبين ان شاء الله باذن الله ان شاء الله هتبقى دافع كبير جدا ايجابي وعامل ايجابي ان شاء الله لصالحنا باذن الله. والتملي زي ما انا بقول يعني الجماهير هي بتبقى الوقود للعيبه، واللعيبه بتادي بشكل طبعا مختلف خالص في حضور الجماهير. وانا متاكد طبعا ان الجماهير هيبقى عندها وعي كبير طبعا في المسانده وفي التشجيع لغايه اخر لحظه ان شاء الله، لغايه ما ربنا ان شاء الله يبقى موفقنا ونحقق الهدف باذن الله. باذن الله. النجم تعتقد ان هو بيلعب هنا بدون الضغوط اللي كانت عليه هناك؟ اكيد في بعض الضغوط مش موجوده عليه، لكن عليه ضغوط كبيره جدا وجود جماهيرنا يعني طبعا وجود الجماهير بتاعتنا وانه بيواجه الاهلي ان شاء الله، وهو طبعا او المباراه على ملعبنا اكيد في برضه ضغط من الضغوط الكبيره، وزي ما بقول كل مباراه بيبقى ليها ظروفها، فاتمنى ان شاء الله تبقى ظروف طبيعيه، اتمنى يبقى اللعيبه في حالتهم ان شاء الله باذن الله، واتمنى طبعا اكثر من ده وده التوفيق يكون معانا، التوفيق ان شاء الله لو معانا باذن الله. انا عندي ثقه كبيره في اللعيبه وفي دوافع اللعيبه وفي جاهزيه اللعيبه، يمكن صدقني يعني جاهزيه اللعيبه بشكل ودافع واحساسهم بالمباراه شيء مخليني متفائل بشكل كبير جدا. وفي لعيبه يعني يمكن بقى لها فتره طويله مش في الشكل ومش في الشيب وفي الفورمه اللي هم فيها اليومين دول، يعني مش عاوز اقول لك يعني ولو ان البعض بيعتقد ان هناك اشياء، يعني انا سعيد جدا بحاله عماد متعب اللي هو فيها دلوقتي بقى له فتره. كويس انك يعني جبت السيره لان انا كنت لسه هسالك. لا بتكلم، انا بتكلم، انا لسه كنت بقول لحد في الجهاز الفني حتى وزنه دلوقتي افضل بكثير، رغبته اكبر بكتير، احساسه بالمباراه ده بالاضافه لكل اللاعبين، لكن برضه يمكن الحاله اللي فيها عم متعب برضه انا سعيد بيها، وهي دي الحاله اللي انا بقالي فتره كنت عاوز يوصل لها وكنت عاوز يبقى فيها، وان شاء الله باذن الله لو تم استخدامه ان شاء الله يبقى عامل ايجابي لينا باذن الله.
سعداء بهذا، ومش مش عايزين نثقل عليك بصراحه، وعارفين قيمه التركيز، لكن انت يعني جاوبتنا على ثلاث حاجات مهمه جدا: الحاله المعنويه والحاله الصحيه والبدنيه والنفسيه، ثم موضوع عماد متعب، ولا يبقى الا التوفيق. انت عايز تسال ايه تاني؟ انا عايزه بقى والنبي عشان خاطر حسام اتفضل يا كابتن حسام، تصبح على خير متشكرين. اصل ابراهيم لو استلمك هيعمل مع وضوح انترفيو، واخد بالك؟ وانا عايزك والنبي عشان خاطري قبل الماتش. قول لي قول لي كسؤال عشان لا يفتى وانت موجود، بيتفست الجنوب افريقيا عايز عمرو بركات ولا مفيش حاجه؟ لا لا لا، مفيش حاجه كده من دي خالص. لا خالص، لا خالص. شغل بقى الحتف بتاع الوكلاء. بالظبط. ربنا يوفقك وركز ان شاء الله، ووصل تحياتنا وامنياتنا للجميع، وباذن الله نبارك لبعض و... يا رب. وبعدين يعني بعد الماتش ده لما نكسبه مصر كلها هتعرف قد ايه كابتن حسام دمه خفيف وراجل مرح، ومش زي ما الناس متصوره. شوف انا ان شاء الله يعني يعني في حاجه يا كابتن بالنسبه لعماد متعب، انا دايما وابدا بتحضرني، محدش يقدر ينصف عماد متعب ويقدر قيمته كلاعب موهوب قد كابتن حسام البدري. انا ما زالت عندي الصوره يا كابتن وانت بتقدمه للكابتن صالح وانت مدربه في اعتقد 14 او 15 سنه في النادي، 17 تحت 17 سنه. ايوه، لا زالت الصوره عندي، وكان الكابتن محمد رمضان. يا اخي الصوره دي كابتن رمضان كان بالظبط تعمل بيها ايه عندك؟ يعني ما جبتهاش ليه؟ ده هيبقى راس حرب منتخب مصر والنادي الاهلي بالظبط السنوات القادمه، وابنك في الاول يعني. صحيح، فانت واخده من اول السطر، والعلاقة أكبر وأجمل بكتير جدا من الكلام اللي بيتردد، لكن أعتقد كلنا معاك، وإن شاء الله هتفرح مصر كلها يا كابتن بمشيئة الله. يا رب بإذن الله إن شاء الله. شكرا جزيلا للكابتن حسام البدري المدير الفني للأهلي.